بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحيتكم لاباس، أموركم على خير وبخير. وكنتمنى خوتي هاد لا فيديو يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف إن شاء الله، وتكون أحوالكم طيبة وظروفكم زيدة إن شاء الله مع هاد البرد. راكم كتشوفوا مكمشين والله العظيم البرد أخوتي. الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالشتاء ويفرج علينا، الله سبحانه وتعالى ويرحمنا إن شاء الله بإذن الله. الصراحة راه محتاجين الشتاء، نطلب الله سبحانه وتعالى الرحمة ديالو وينزل علينا من فضلو هادشي ما كان. كبقيتو كدايرين مع هاد البرد؟ كيبقى وليداتكم، كيبقى عائلتكم، كلشي بخير؟ نتوما مزيانين هانيين. النهار راه ديرتكم أخوتي التقديم ماشي في الكوزينة، جالسة خلاص في البيت جالسة في البيت ديالي، غندير لكم هاد التقديم هذا إن شاء الله بإذن الله باش نوضو نمشيو للكوزينة ونصاوب ان شاء الله باذن الله شويه ديال الغداء لوليداتي. خلاص من طبيعه الحال وغنشاركو معاكم كي ديما كالعاده. الصراحه الله ماشي شي حاجه اللي جديده. نمشي ان شاء الله باذن الله للكوزينه، يعني عندي شويه ديال الدجاج ان شاء الله باذن الله حنقليه، حنقردو لهم ونشرملو ونقليه ان شاء الله باذن الله، ونشارك معكم الطريقه. يعني الصراحه كنبغيو نديرو شي حاجه مختلفه لوليداتنا، شي حاجه جديده، نتوما تكتشفوا معايا ان شاء الله باذن الله. ماشي ديما المرقه، ماشي ديما الطاجين بطبيعه الحال، ماشي ديما، يعني ديما كنديروا الكوكوت، ديما كنديروا المرقه، ديما كنديروا الطواجن. يعني دابا المناسبه ديال العطله الصراحه كالسين الوليدات، هذه راها سيمانه عندهم ان شاء الله ديال العطله. الله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم، كيبغيو بنادم يدير لهم شي حاجه جديده، نهار ينوع لهم شي كيكه، نهار يصاوب لهم شي طورطه، نهار المهم كيفرح بهم وصافي، حيت كيكونوا الصراحه مجموعين وجالسين هذا ما كان. وان شاء الله باذن الله غندير لهم هكا شويه ديال الدجاج مقلي، غندير لهم شي شلاضه رومانسيه كما كيقولوا غندير لهم ان شاء الله شي حاجه اللي جديده اللي كنديروها يوميا بالنسبه للغدا. وعاد تكتشفوها معايا ان شاء الله باذن الله، نشارك معكم الطريقه والمرحله. وسمعوا لي اخوتي، سمحوا لي الا كان على الصداع، الزنقه كينزل الوليدات كيديروا الصداع هكا في النهار كيلعبوا برا، راكم عارفين دابا العطله وليدات جالسين هذا مكان. وكنتمنى خوتي منكم الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان حسناتكم، يعني فضلا منكم وليس امرا، تشجيع منكم. ويعني دخلوا القناه ديالي دورو دويره، لعجبكم المحتوى ديال لا فيديو ديال القناه، يعني شاركوا في القناه وضغطوا على جرس الجرس باش يوصلكم ان شاء الله باذن الله كل جديد. وديروا النجيم وخليوا لنا كومونتير زوين، الله يسهل عليكم، يعني فضلا منكم وليس امرا، الله يسهل عليكم اخوتي والله يكرمكم والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات ان شاء الله باذن الله. يعني ما فيها بس لا دخلتوا للفيديو هتعجبكم المحتوى ديال الفيديو، خليوا لنا تعليق وخليوا النجيم وضغطوا على الجرس لما لا اشتركوا في القناه ان شاء الله، فضلا منكم وليس امرا، كنقولها لكم دائما، الله يجازيكم بخير ويجيبها لكم في ميزان الحسنات. باش تشجعوا لي القناه ديالي ودعموها لي، الله يسهل منكم باش نحقوا ان شاء الله باذن الله الشروط القناه اللي هي قناتي وقناتكم، الله يسهل عليكم، يعني فضلا منكم وليس امرا، لا جات على خاطركم. الله يرحم لكم الوالدين، الله يخلي لكم معز عليكم ان شاء الله باذن الله. يلا اخوتي ما نطولش عليكم، يعني المقدمه وصلت لثلاثه ديال الدقائق، نطولش عليكم، خليكم ان شاء الله باذن الله ندوزوا للكوزينه ونكمل معكم ان شاء الله باذن الله الطريقه، وتكتشفوا ان شاء الله المقادير. ومهم ندوز معكم النهار كما كان، يعني وليداتي الصراحه راهم كيجمعوا الدار هكا، كيخملوا الصالون وداكشي، ما نشاركش معكم يعني الجميع وداكشي، فقط الغداء في الكوزينه. اسمعت تسلموا على تحيدهم وجواري عاد جمع، يعني اللي ما كتبغي الصراحه تبان ما كتبغي تصور، عاد جمع لي الصويلن، كتخمس الصالون الصراحه بجوج صغير اللي كنتغداو فيه ديما فيما كتشوفونا كناكلو، والكبير خلاص بطبيعه الحال تما كيربنوه الوليدات، هذا كيجمعوا كيطوي الفريشات، نضربوا التسييقه ان شاء الله باذن الله للدار ويجمعوا الدنيا هما، وانا ان شاء الله غندخل الكوزينه نوجد لهم الغداء. وكتعاوني اسماء بطبيعه الحال، هي الصراحه راه كتعاوني وكتساعدني وكتصاوب معايا بزاف الحوايج. هذا الشيء اللي كان اخوتي، وشكرا لكم والله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. يلا خوتي اخوتي وخواتاتي ندوز ان شاء الله باذن الله للكوزينه، وها نتوما معايا. انا رجعت معكم اخوتي للكوزينه اللي مولفين كنكونوا فيها دائما. انا رجعت معكم دابا ان شاء الله باذن الله نبداو بالدجاج. هو هذا الدجاج اللي قلت لكم كانت عندي مرقده الصراحه في الخل وسميتو الحامض والملحه، وهي هذه دايره شويه القزبر ومعدنوس تما كاينه، ودايره يعني واحد سنين في ديال الثومه اللي حكيتو، وكندير شويه ديال السكنجبير، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الخرقوم، وندير دابا واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الموطاغد. انا اللي غنحتاج نشرمل به هاد الدجاج هذا ماشي بزاف، ندير انا هي معلقه صغار، يعني عندي هذيك المعلقه صغيره، ندير ثلاثه ديال المعالق ديال الموطاغد،
يعني هو اللي غنشرمل بهم. قلت لكم شويه القزبر تما كاينه والمعدنوس مقرض على طريفه رقيقين، واحد الضريس ديال الثومه حكيتو يعني هي سنين فماشي بزاف، لا عندكم الثومه بودره من الافضل ديروها وخلاص، والشكنجبير والبزار والخرقوم يعني معلقه 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 من الحاجه ماشي بزاف. الملحه خوتي راني ما ضفتهاش حيت المطغد او الخردل مالح، والدجاج انا ديجا كان عندي مرقد في الملحه بيت ليله كامله مرقد في الملحه والخل والحامض، يعني راه فتي تبارك الله وداخله الملحه ما احتاجش ندير له الملح حتى التالي، كنزيد واحد الطريقه. المهم كنذوق ديك الشرموله كنلقاه شويه مسوسه، هو الدجاج داخله فيه الملح من الداخل فقط من برا على حسب ما غنغلفوه بداك البيض ونغلفوه بالشابينيو. زدت واحد شويه ديال الملح ماشي بزاف، نهي طريقة الملح صراحة اللي كيجي غزال وطالع منه واحد الريحة روعة، ودايرة على البوطة يعني دايرة شوية ديال الرز كيتسلق تما كاينة، اللي ان شاء الله بإذن الله هندير واحد الشلاضة اللي ترفق لنا هاد الطبق. وهذا الشيء اللي كاين مهمه كنشرملو مزيان، كنحاول ندخل فيه ديك الشرموله وكان يعني بيدي هكا كنمعك ديك اللحيمه باش يدخل فيها الشرموله. شوفوا خوتي وكنخليها ترقد، يعني ما كنقليهاش دابا، كنخليها ترقد في ديك الشرموله يعني واحد الساعه ديال المكانه اولا نصف ساعه على الاقل اللي عندكم الوقت مزير. ودابا خوتي من بعد ما ترقدت لي يعني الدجاج ديالي ترقد مزيان، انا دوست باش ان شاء الله باذن الله غندخلو في هاد البيض. يعني عندي تما درت ثلاثه ديال البيضات وطربتهم على هذا الشكل، درتهم في كاسرونه ودرت لهم واحد القبيصه ديال الملحه باش ما يبقاش داك البيض باسل، ودرت في داك الطبسيل يعني الخبز يابس شابينيو اللي الخبز ديالي صراحه ديال الدار ماشي شريتو، كيتباع جاهز ولا مني انا ما شريتوش. عندي الخبز يعني ما كتصشط لديك الطرفه ديال الخبز ديال الدار، كنشدهم وكنديرهم في الفران كنيبسهم في الفران باش كيجيو بنانين، ما كنخليهمش يبسوا هكا، كيبسوا على خاطرهم وكندوزهم في الفران كيتحمر، وكنديرهم فواحد الميكه وكنجمعهم فواحد الصاك وكنخبحهم. مي كنحتاج هاد الشابينيو هادي كنجبدهم لا شابيو كنجبدهم وكندقهم في المهراس او كنطحنهم في مونينيكس وكنستعملهم، كنغربلوهم بديك الحبيبات الغلاضين وكنخليوه هداك الشكل اللي كيكون مويان اللي كنبغيو حنايا. هاد الصراحه اللي كنستعمل، بغيتو تشريوهم جاهزين كتشريوهم من المحلات راه كيتباعوا. هادشي اللي كاين، كندوز الطريفات ديالي في البيض وكندوزهم في ديك لا شابينيو ديال الخبز وكنقليهم في المقله الزيت يعني زيت روميه بطبيعه الحال كنديروها اللي تكون نقيه وكنقليو فيها، كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان كياخذوا واحد اللون يعني كيطيب الدجاج على خاطره ما تبارك الله. رافتي قلت لكم جاي غزال الحقيقه، وبحال اللي كيتباع في المحلات كيجي خطير في المذاق وكيجي غزال روعه تحفه ما شاء الله. جربوه صراحه حماقوا عليه الوليدات والله العظيم لا جا بنين ما نعاود لكمش عليه، يعني الطريقه سهله الصراحه ماشي مره ما كنديروش حتى حنا ديما الحقيقه الله مره مره كنديرو انا لوليداتي بهذه الطريقه هذه. مهم شي مره ديال الويكاند الحد كيكونوا جالسين في شي عطله الصراحه، دابا العطله هكا باش ديرتو لهم على هذا الشكل يعني كيجيهم مقرمل راه كيكونوا كيشوفوه راكم عارفين الوليدات الصراحه كيكونوا كيتفرجوا في اليوتيوب بزاف وكيشوفوا هاد الدجاج اللي كيكونوا كياكلوه بواحد الطريقه مقرمله، وداك الشيء كيقول لك ماما حضريه لنا تحضروا لهم في البيت حسن ما تخرجش ليه لهم من يعني من المحل، يعني الدجاجه غطيح لك بواحد 50 درهم، خدي واحد الدجاجه فيها واحد 2 كيلو ونص بواحد 50 درهم وعطيح لك بسيطه تجيبها للدار تشرمليها تقليها لوليداتك عتجي غزاله حسن ما تمشي مثلا للسطوره او لا تغديهم شي ثمن باهت. هاد الشيء اللي كاين يعني بابسط الحاجات صراحه، وطيح لينا التكلفه يعني رخيصه ونديروا لوليداتنا غدا رومانسي بحال اللي كيتغداو في الزنقه. هادشي اللي كان يعني خصني نحيدوا علينا العجز ونصوبوا داكشي لوليداتنا في الدار حقيقه مره مره بنادم يفرح براسو كما كيقولوا ويدير ولادو شي حاجه اللي تعجبهم. انا حماقوا عليه صراحه الدراري وعجبهم بزاف. وهادشي اللي كاين اخوتي يعني دابا كندير واحد الشليضه ديال التفاح صراحه، يعني شلاضه ديال الجرده يعني درتها صراحه وخليته لكم في فيديو مفصل مور هذا الفيديو هذا، نلوح لكم ان شاء الله باذن الله طبق ديال شلاضه اللي بوحديته خلاص لا شاركت لكم شلاضه مع هذا الغداء هذا، غتجيكم الفيديو طويل. انا صراحه درتها بنفس الزهر باش خليتها تغدينا بها يعني دابا تغدينا بها هكا مع الغداء هذا، وبالحق خليت لكم شلاضه في فيديو مفصل بوحديته باش نحط لكم مور هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله غنحط لكم الجرده ديال الشلاضه اللي صوبت. هذه خلاص هي واحد الشليضه صوبتها بالتفاح وسميتو الخص وشويه ديال الفجل، يعني درت لها شويه ديال الملح شويه ديال البزر وزويتها بالديه بطبيعه الحال وشويه ديال الخل، وغنقدمها في هاد الطبيصل هكا. هذه شلاضه حلوه زوينه بارده كتنكل هكا بارده وكتجي فنه. هذاك الطبق اللي غنقدم فيه الدجاج من بعد ما تقلى الصراحه جا غزال ومقرمل وروعه ومازال سخون يلاه كيحيدته من المقله الصراحه. ودرت هاد الطبق هذا ديال التقديم يعني استفت فيه الخس بحال داك الشكل هكا، وكنقدم فيه الدجاج ديالي باش يبقى هكايا زوين وياكلوه الوليدات مقرمل.
مهم باش يجيهم صراحه زوين. قال لك العين كتاكل قبل من الفم صراحه. ملي كيشوف بنادم شي حاجه بنمتي ولا وبلا منظر مزيون كيشبع، يعني كياكلها قبل ما ياكل بفمه. قال لك العين كتاكل قبل من الفم. هادشي اللي كان عندي، واحد شويه ديال طوميط طوماط سوغيس داك الصغيوره عندي نزوق بها هكا على هاد الشكل، واحد الوريقه ديال المعدنس. مهم الزواق اختياري كل واحد صراحه، وما شاء الله راه تبارك الله العيالات المغربيات الحادقات كيعرفوا ما شاء الله يزوقوا ويتولوا. وهو هذا الطبق ديالي اللي شاركت معكم ديال نهار اليوم، وشليضه ديال التفاح اللي قلت لكم الفجل والخيار عفوا والخص، راه هي هذيك قدمتها حتى هي وزوقتها بواحد شويه ديال الطوماط سوغيس حتى هي داك الصغيوره من الفوق. هاد الطبق هذا ديال التفاح صراحه اللي كيجي بارد، وهذه هي شلاضه سخونه يعني اللي كتجي هكا بالبربطه هي والخيزو والخيار عفوا يا ربي سميتو تلفت البربا وبطاطا وخيزو وسميتو لاريكو والروس. خلاص صوبتو بالطون. مهم خليت عليكم خليت لكم الفيديو ديال الشلاضه ان شاء الله باذن الله نحطها لكم في فيديو خاص. هي هذه الطبيله ديالنا ديال نهار اليوم، قليت لهم شويه ديال البطاطا ياكلوها مع المايونيز والكاتشاب، وجبت لهم قريعه ديال المونادا. وهي هذه الطبيله ديالنا ديال نهار اليوم اخوتي، كنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. يعني صراحه شوف غديوه تبارك الله ما شاء الله جايه، وهلا يحوشكم اخوتي، واللي جا عندي مرحبا به نديرها له. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.